سلام عليكم، خوتي خواتاتي، فيديو جديد لاباس عليكم؟ صافا؟ كلشي بخير؟ وصافي هلا. That's why I don't vlog. داكشي علاش كتخلع من هذا من الفلوغ الخوت من الفلوغ. دابا بغيت نعوضها باش تولي تفلوغي في القناة ديالها. دابا المشكل اللي عندها راه ما كتفلوغيش. علاش؟ كتقول لك حتى تكون معايا انت. دابا انا ضروري خاصني تنكون انايا عاد الفلوغ. My channel got 62,000 and I don't use it. يعني I don't know how to vlog. داك هذا هو المشكل الخوت. يعني ما كراتش تشجعوها في لي كومونتيرات في هذا الفيديو هذا، ودخلوا عند القناة ديالها. دابا هي عارفة بأنها راه كاينة 62,000 عندها. يعني كنتمنى تنصدمها على الأقل لقاوها طلعت لها واحد 80,000 ولا كاع الناس اللي غادي يتفرجوا. كنتمنى الخوت تدخلوا لصندوق الوصف، صندوق الوصف غتلقاو القناة ديالها، كليكيو عليها قبل ما تكملوا هذا الفيديو هذا. كليكيو على القناة، الرابط ديالها كاين في صندوق الوصف ديسكريبشن، وغادي تديكم ديريكت القناة، ديروا داك سبسكرايب صافي ورجعوا لهذا الفيديو هذا. Ask in Arabic, what do they want me to video? What kind of video? قالت لكم شنو بغيتوها دير في الفيديوهات الليل. Cooking. واش الطياب ولا شي حاجة بحال هكا. المهم كلشي خليوه في كومونتيرات، وعلى الأقل غير شجعوها. دابا المشكلة راك باقي كتخلع، راه لما كنتش معاه أنا ما كديش فلوجات. دابا أيام الخدمة قبل وداك الشيء، دابا حاليا دابا كاين هنايا في الدار ما كاين لا خدمة لا والو. راه صافي. هذا الحصر الصحي. I vlog my day because I just look after Amira all day. وباقا كتقابل أميرة وداك الشيء. But you are shy. Yeah. You are waiting me till I am with you. Yeah. هذا هو المشكل اللي عندها الخوت، كتحشم بزاف، باقا كتحشم، ما كتقدرش تصور بوحدها. I feel like people don't want to. شهد البداية هذه ديال الفيديو اللي قلت لها تصور، والله هي تبزز. بزز، قلت لها غير ديرها، أنا ما غاديش نكون معاك في الفيديو. I feel like why would people want to watch me? I'm boring. قالت لك علاش الناس باغيين يتفرجوا فيا، أنا مملة. فهمتي يا الخوت؟ المهم. هذا الفيديو ديالنا غادي نكملوا حاليا قبل ما نبداو. كنتمنى كل شيء يهبط القناه ديالها، راه كاينه في صندوق الوصف، كليكوا عليها ديروا لها سبسكرايب على الاقل غير نفاجئها وقول لها الناس راه باغينك تصور الفيديوهات. شوفوا قناتي ديالي وليس سهل لكم عافاك. اوكي تخبط تخبط. نمشيو دابا غادي نتقداو على هذا باش نوجدوا الحريره غدا ان شاء الله. بغيت نطيب الحريره سبيت اميره، وباغي نمشيو نجيبوا تقدير اميره. دابا على الاساس انا غادي نقبل اميره. مانجو يا افري داي مانجو. نجيبوا لها ماكله حتى هي شنو نتقداوها. هذا الشيء اللي خرجنا دابا حاليا. كنا باي لوبيا يا تو ميك حريره. نو نوت لوبيا. Beans. No, not that one. عدس. عدس. حمص. حمص. فول. فول. شعرية. شعرية. هكاك. كل اللوبيا. دابا خوش دابا هذا هو أهم حاجة باش غادي نشجعوها، باش صافي لو مبقيتش أنا مكنتش معاها وداك الشيء كنت أنا في الخدمة ولا شي حاجة، على الأقل غادي تفلوغي هي في القناة ديالها وداك الشيء وتستغلها. حيت راه بزاف من الناس أنا شفتهم في كومنتات في الفيديوهات ديالها في القناة ديالها الأولين. راه الا شفتو راه اخر فيديو راه مع 3 شهور دابا حاليا اخر فيديو. اصلا هذوك الفيديوهات كاملين كدير مره في شهرين بحال هكا. يعني على الاقل شجعوها. لويز اف دي جو تو يور شانل وات يو غانا ساي تو ذم؟ ليس خالي ميكرو صافي. هادي فيها كل شيء الخوت. لعبتي الله. دابا غادي الخوت خرجنا، عرفتي كان زحام بزاف داكشي علاش ما قدرناش نصور تما. عرفتي كنت ساعات مبرزطه بزاف. ولدي ضيع النويا. عرفتي انا مقلقه مني. عرفتي نقول لك مبرزط فيها الخوت، كندفع فيها وكنا نغوت. كل شيء وخا على امك. واش قال هذا؟ ها؟ طلع على مالي. صافي صافي. اشنو غادي دير الحريره؟ امتى؟ تمورو. تمورو ان شاء الله دير الحريره. ان شاء الله. تركي مينتس. يا. تشيز. اليوم توجد واحد الاكله اخرى.
الى باست الدنيا. يا دير غادي دير هذا الشيء يقولوا ليها لي بات بهذا بالكفته. الكفته ان شاء الله اديرهم اليوم. سمايل سمايل yeah. انا سمايل كنتاك 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 سمايل كنتاك سمايل يا نو كنتاك كنتاك ضحك ضحك same thing كنتاك I guess no it's not it is no دابا غاديين up your دابا غاديين فين غادي حريرة غادي على حريرة انا مغربيه قالك هي مغربيه بنتي مغربيه بنتنا مغربيه انت مغربيه انا مغربي انت لا لا انت بريطانيا انا بريطانيا الباتنا الخوت دابا cuz you're pink now not brown يا دابا مبقيتش السما اوكي لا شمش لا والو انا الخوت مو بحاوس باش نعطي دابا تليفونك المره ذات هذا تصور صافي You're messaging me, asking me how I did my hair. Yeah. Shall I film it and show what I use, how I did it instead? Yeah, it's up to you. I'll give you the people who asked me what I did. I told you what I did. I'm going to make a video and I'll explain it. In your channel. Yeah, because it took me weeks, didn't it? Yeah, because I had to take time for a week. If you're gonna do it, because my hair is naturally the same colour as yours, yeah. Yeah. Naturally, I've got brown hair. So it took me weeks. I had to have orange hair for like a month. Yeah. Because if you do it all at the same time, your hair will fall out. So, ما قلت بشرح لكم مش ما يطيح لكم شعر ذاك الشيء شحال من حاجة بديكم بطريقة يعني صحيحة. أخوش تلاقينا بوالديها تلقاو لينا حدا ذاك البارت اللي كنكونوا فيه ديما. راجعوا عندنا جابوا اميره ومسكينه ناسه دابا حاليا. She loves being outside. Yeah. Every time we go out, she likes to fall asleep, doesn't she? قلت لك نخرجوا كتنعس في البلاصه. عزه لا تخرج الزنقه. داكشي علاش جابوها الدنيا خاويه دابا حاليا داكشي علاش. وغير في البارك انا عارف. صافي هادشي اللي كاين الاصدقاء. You wanna say something? Ramadan's getting easier. Oh really? Yeah. هذاك رمضان دابا راه غادي ساهل الحمد لله. I start. ساهل الحمد لله. I start to get a little bit of a headache at like 7 o'clock. قالت لك شويه كيجيها هذاك بحال الشقيقه الخوت في الراس مع ديك السبعه ديال العشيه لحقاش من قله الماء ما كتشربش الماء. That's why I try to get everything ready before 7 o'clock. داكشي علاش ملي كيكون عندها باقي عندها الانرجي مزيانه وداكشي في الصباح كطيب وكتوجد كل شيء. يعني على الاقل تكون ارتاحت بالليل يعني غير ملي يقرب الفطور يعني غير يعني تبقى لي هذاك يعني غير الطياب ديالو اللي ساهل بحال هكا وصافي يعني ولي شي حاجه غادي طيب وعادي واخا تبرد داك الشيء ماشي مشكل كطيبها بكري يعني دي الحاجه زوينه لحد الانرجي باقا عندها الا خليتها هذا ساعيات قلت لكم الخوت على حساب الانرجي كتكون باقا عندها على الاقل كطيب بكري هذا الشيء اللي كاين يعني عوض غادي طيب تاع العشيه وغادي تكون عيات وبدا كيشد فيها الصيام اللهم كطيب من حد باقي ليها الانرجي وداكشي توجد كلشي باش في الاخر غادي توجد داكشي الساهل بالخف حيت اغلبيه الناس هنا عندنا كيبداو تاع العشيه باش كيبدا تخربيق كلشي على الاقل كتكون غسلات المواعن دارت كلشي حيداتو يعني كيبقى لها غير داك المواعن اللي كلينا فيهم في ديك اللحظه يعني صافي هادشي اللي كدير يعني في الاول يعني اللي قاداتو وقداش به كتغسل المواعن ديالو وفي الاخر صافي راه كتسالي المهم حنا وصلنا للدار كيف قلنا الخوت الناس بزاف كيهضروا معايا كيقول لك في الكومونتيرات شو هذوك الناس اللي داروا هادشي على الدين واللي كيهضروا مع الويس ميساجات وداك الشيء ما كاينلاش اخوت ما كاينلاش يعني على الاقل بنادم هو ضميره يأنبو يعني غادي نحط انا هاد الناس هادو اللي هضروا مع لويس على قبل الدين الاسلام وداكشي وقال ليها يعني بداو كيعطيو واحد راه خيبه وكيهدوها وكيقول ليها بان راه عاوتاني راه غادي تعيشي في الجحيم بهذا الدين هذا وداكشي يعني خليهم ضميرهم يأنبهم هذا ضميرهم يأنبهم
والناس اللي كيقولوا بانهم ملحدين هما اللي كيصيفطوا الميساجات، لا، حيت الملحد غنقول لك واحد القضيه الخوش، الملحدين ما كيديروش هذه القضيه هذه كاع. هادو الناس اللي فيهم الغيره، اللي فيهم الغيره، الغيره وصلت بهم حتى لواحد الدرجه ما كتصورش. اما الملحد، الملحد راه كيقول لك انا خاطيك من هادشي، بغى واحد يسلم يسلم، بغى يدخل المسيحيه يدخل المسيحيه، وما خاطين هادشي، ملي كيعملوا حتى شي حاجه ودب الراسهم. اما الناس الاخرين هما اللي داروا هاد الفيديو هاد الميساجات هادو وصيفطوهم، يعني من الغيره، الغيره وصلتهم لهاد النيفو هذا، يعني باش يوصل لاي طريقه باش الله يسر الله يحفظ الله يشتت الشمل ولا يدير شي حاجه بحال هكا. المهم يدير اي حاجه، يعني هذا الشيطان كيتبرع منه مالخوت، الشيطان كيتبرع منه، ما استغفر الله العظيم على هاد الكلمات. هذا الشيء اللي كاين الاصدقاء، شكرا بزاف بزاف بزاف. هذا الاخر ديال هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.